الآن إذا كان السيد أحمد الشتاوي محمد رئيس لجنة متابعة الدفع الإلكتروني مع المصارف التجارية، طبعا يعمل بمصر بيبي المركزي، جاهز خلي يكون معانا في طبعا التعميم الأخير اللي عمموه على كل المصارف التجارية، واللي يتعلق طبعا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كيف يتحصل المواطن بكل يسر وسهولة على الأضاحي. إذا كان موجود معانا كنترول خلي نستقبله. ما في إطار يقول المصرف في إطار دعم مصرف ليبيا المركزي، في إطار دعم وتوجيهات مصرف ليبيا المركزي لجميع المصارف التجارية العاملة حول ضرورة تفعيل مختلف وسائل الخدمات الدفع الإلكتروني لمواكبة التطور التقني ولهدف توفير احتياجات الناس والحصول على مستلزماتهم بكل سهولة ويسر، خصوصا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأيضا تسهيل كافة الإجراءات لكافة التجار بالجملة وبالقطاعي. إذا نستقبل معا السيد أحمد الشوي محمد، طبعا هو رئيس لجنة متابعة الدفع الإلكتروني مع المصارف التجارية بمصر بيبي المركزي. سيد أحمد الشتاوي محمد، مرحبتين بك. السلام عليكم ورحمة الله. يومك سعيد إن شاء الله. مرحبتين عمي هادي، بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. أولا نشكرك عمي هادي ونشكر القناة الرسمية على إتاحة الفرصة لنا لتوضيح بعض الخطط اللي أطلقها مصرف ليبيا المركزي. نعم. طبعا في هذا الإطار اللي تحدثت به عم الهادي، طبعا في إطار توجيهات السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي والسيد نائب محافظ، وفي دعم في إطار دعم مصرف ليبيا على دعم المصارف التجارية على ضرورة إيجاد طبعا بدائل فيما يتعلق دفع الإلكترون حد من استخدام تداول العملة. طبعا وجه المصرف المركزي مصارف تجارية في هذا الموضوع، تم بدعوة من السيد المحافظ، تم دعوة مدراء المصارف التجارية للاجتماع خلال لعدة اجتماعات، وكان أخرها آخر اجتماع فيما يتعلق بوضع خطة استراتيجية تنقسم إلى قسمين، خطة طويلة المدى وخطة قصيرة المدى فيما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني، وخصوصا طبعا الخطة القصيرة عم الهادي هذه متعلقة بعيد الأضحى إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم، لأن كلامك صحيح، لأن الليبيين في كل مناطق ليبيا بصراحة منزعجين كيف بيحصل سيولة، كيف بياخذ أضحية، فالحل بتاعكم جاي في وقتها، وانتم سميتوه قرض حسن، يعني كان توضح لنا شنو هو القرض الحسن. يعني هو عم الهادي طبعا هو مش قرض الحسن فقط، يعني هي اطلاق برنامج كامل، يعني جزء منه تقديم منتج اللي هو قرض الحسن، هذا عبارة عن منتج من خطة كاملة. طبعا سيد محافظ اصدر قرار بتشكيل لجنة متابعة مع لجنة متابعة الدفع الإلكتروني المصارف التجارية والشركات الدفع الإلكتروني. طبعا في البداية عم الهادي أنت حضرتك سألتني يعني سؤال فيما يتعلق بتسهيل الخدمات للمواطنين خلال عيد الأضحى. طبعا في البداية هو المنتج اللي تحدثت عليه عم الهادي هو جزء كيف ما قلنا من عدة أجزاء أخرى. طبعا المنتج الخاص بعيد الأضحى طبعا بتوجيهات مصرف ليبيا أطلقت المصارف جميع المصارف تقريبا منتج قرض حسن. يحتوي هذا المنتج على طبعا بطاقة دفع إلكتروني، يعني تقصد أستاذ أحمد تقصد البطاقات اللي عند الناس الآن يشتروا بها، البطاقات الموجودة عند الناس. ما احنا بناخذ أضحية ما عنديش بطاقة، كيف ندير؟ طبعا هذه ضروري من الناس تتواصل مع المصارف التجارية اللي عندها حسابات عمل هذا.
نعم. اللي ما عندش بطاقة ضروري يتوجه إلى هذه المصارف اللي فيها حسابة ويطلب 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 بطاقة يعني بطاقة دفع يعني. نعم كم رسوم البطاقة؟ رسوم البطاقة كم؟ لا لا بالنسبة لرسوم البطاقة طبعا بناء على توجيهات مصرف المركزي حط المصارف جميعا ما فيش رسوم. بدون رسوم بدون رسوم ممكن تكلفة البطاقة نفسها يعني هذه لا تتجاوز مبلغ رمزي قليل جدا يعني. نعم نعم. هل اعلنتوا على اسواق يعني في كل مناطق ليبيا باش تعمل فائده للجميع والتسهيلات يعني تشمل الجميع؟ مثلا انا صاحب اضاحي بنجيب الاضاحي متاعي وبنعطيهم بالبطاقه، هل يرضى صاحب الاضاحي بهذا؟ هو طبعا عمل هذه المصارف التجاريه بدات تتواصل مع تجار الاغنام سواء المربيين او مستوردين الاغنام ودعتهم لاستلام الات البي او البوينت اوف سيل. هذه الالات طبعا هن اللي بيستخدموا عن طريق البطاقه، فدعت التجار جميعا الى استلام هذه الالات حتى يتم استخدامها. يعني التاجر اللي بيبيع الاغنام ضروري يتوجه حتى هو للمصرف عمل هذه ويستلم الاله هذه اله البوينت اوف سيل. واحد عنده اضاحي زي بيهم من مثال من خارج طرابلس المركز وحددتوا له بطبع بالتعاون مع السيد محمد اسماعيل ومع عمداء البلديات بتخصيص اماكن بيع الاضاحي. فهل صاحب الاضاحي كيف تطمنوه بانه بيوصل لحقه حتى في حسابه يعني؟ لا طبعا هو موجود عمدادي نحن أهلاً. ولا انتم نسختوا معاهم اصحاب الاضاحي نسختوا معاهم؟ لا طبعا التنسيق يتم عن طريق مسار تجاريه، تم التواصل كويس مع العديد من التجار. نعم. والمسار التجاريه اطلقت في صفحاتها الرسميه عن هذه اطلقت عده دعوات للتجار للتواصل مع هذه المسار وتسليمهم الالات. لو نفترض ان شهر خمسة تأخر عن الناس وشهر خمسة الناس كلهم ينتظروا فيه بفارغ الصبر باش يشروا اضاحي، لو افترض ان مرتبي ما منزلش ولا اي جهات ما منزلش نقدر ناخذ بالبطاقة، ولما ناخذ بالبطاقة سعر البطاقة اللي بناخذها من صاحب الاضاحي زي الكاش ولا بعتالي اللي عند الاضاحي بالنسبة للبطاقة بيزيد علي السعر؟ لا لا عملياتي بيزيد ما يزيدش السعر. كويس. طبعا في اطار توجيهات المصرف المركزي. ايوه. طبعا حسب على المصارف انه يكون بدون عموله يعني فيما يخص عيد الاضحى ما فيش عموله يعني تؤخذ لا من التجار ولا من المواطنين. نعم نعم. المواطن كم سقف المبلغ اللي انتم تمكنون من شراء الاضحيه؟ مثلا انا بناخذ اضحيه نتاع 2000 دينار. بعد لي كيف يتم خصم القيمه من هل دفعه واحده ولا الاقساط تسهيل اقساط؟ طبعا عمليات طبعا الموضوع هذا هو منتج حطوه شوي المصارف في مثلا يعني نقولوا مضرب جمهوريه مثلا عده مصارف داروا المنتج هذا وداروا الثقف بتاعه مثلا 2000 دينار وهناك مصارف اكثر وداروا يعني هو قرض حسن، القرض الحسن يتم تقسيطه على حسب البوليسي اللي حسب كل مصرف وطريقته، في اللي 10 شهور في اللي قريت اليوم في اللي 3 سنين يقسموا فيه، في اللي دار في 10 اشهر، في اللي دار في 6 اشهر، في اللي يعني مساعده الناس يعني وتلبيه احتياجاتهم نعم الى هذا العيد ان شاء الله. نعم نعم ايوه يعني حتى حتى اللي مرتبه ما نزلش يعني ضامنين باعتبار مرتبه يعني ماهوش موقوف او مبطل؟ طبعا خصوصا العملات يا اصحاب المرتبات، طبعا هناك ناس يعني مرتباتهم في المصارف التجاريه يعني مثلا نعطوا مثال مثلا مصرف الجمهوريه. ايه مصرف الجمهوريه ضروري الناس تتوجه اللي ما عندهاش بطاقه يمشي ياخذ بطاقه يصرفوا لها بطاقه. يعني يعني من الاسبوع القادم يقدر يدير بطاقه؟ باذن الله. ما تعطلش البطاقه. من الاسبوع القادم ان شاء الله. ايه يتوجه الناس المواطنين لهذه المصارف لبيع حساباتهم ويستلموا بطاقاتهم
وايضا حتى اللي عنده بطاقه حيردوا له ويحطوا له القيمه في حسابه حتى ولو تاخرا. يعني مرتبات هناك حتى فيه منتجات اخرى من بعض المصارف حتى ما نزلش المرتب يقدر ياخذ يوفر احتياجاته وبعد ينزل المرتب يعني يتم خصم القيمه من القيمه. السقف كم يعني 2000 دينار اكثر من 2000؟ والله على حسب كل مصرف يعني. حسب كل مصرف. كل مصرف طبعا سياسه معينه. احنا توجيهاتنا يعني بشكل عام كانت لتسهيل وتسيير وتقديم الخدمات للناس بسهوله ويسر، وهم طبعا داروا الاليه وفق امنيه كل مصرف. المواطن الان يسمع فينا على مستوى ليبيا، طبعا هذا العمل على مستوى ليبيا، كيف يعرف الاسواق اللي تشتغل بهذه الاليه؟ نعم. كيف يتعرف المواطنين على مستوى ليبيا على الاسواق اللي تعمل بهذه الاليه اللي طبعا يعني شرع فيها مصرف ليبيا المركزي؟ طبعا تحديد الاسواق عن هذه طبعاً نعم يتم عن طريق المختصين. اي نحن نتمنى يعني تتكاثر الجهود يعني حتى من البلديات ويحدوا اماكن الاسواق هذه، وسوف يتم ان شاء الله باذن الله تعالى توجيه المصارف، ونحن اتفقنا مع المصارف بان يتم توجيههم لتسويق هذه الخدمات في اماكن الاسواق هذه، يعني يوفروا نقاط البيع في هذه الاسواق بحيث ان المواطن بعد يمكن السوق يلقى التاجر عنده آلة البيع ويمشي ببضاعته ويتم التسويق وتخطب وتكتب حساب التاجر في المصارف هذه. هي الاطراف اللي تشترك معاكم في هذا العمل لتسهيل المواطن في الحصول على الاضحيه بالذات، اللي هو طبعا السيد محمد اسماعيل مدير شركه خدمات العامه بالتعاون مع عمداء البلديات، لازم يتعاونوا معكم لان هي توا يعني مسؤوليه تضامنيه من الجميع. هذا طبعا عمي هذه فيما يتعلق بالسيد محمد اسماعيل وبارك الله فيه. نعم. فيما يخص طرابلس محمد اسماعيل، احنا نتكلموا على ربوع ليبيا كله يعني. كويس. المفروض يكون في تكافس يعني. صحيح صحيح. من البلديات. نعم. يحددوا اماكن لاماكن لهذه الاسواق، وبعدين نحن نوجه طبعا نحن دايرين اجراءات مبدئيه مع المصارف بحيث نوجههم لهذه الاماكن لتسويق خدمات وتسهيل الخدمات للمواطن. نعم. هو استاذ احمد الشتاوي، هو تقريبا نحتاج حلقه موسعه باش نستقبلوا فيها حتى اسئله الناس حتى تعمل فائده للجميع. ان شاء الله نتفقوا معاكم وتكونوا حاضرين معنا داخل استديوهات قناه ليبيا الرسميه، تكون مباشره نعلن على الناس، لان مرات تطلع بعض الاسئله تحتاج لتوضيح من حضراتكم يعني. نحن مستعدين كويس اي وقت. نعم. مستعدين نجاوبوا الناس. نعم. ونحولهم. كويس. ونحن راه بكل صراحه يعني نتابع المصارف ليل نهار. كويس. وبناء على توجيهات المصرف المركزي إدارة المصرف المركزي نتابعه في المصارف ليل نهار مش موقفين يعني. نعم. في سبيل ان نقدموا الخدمة للناس وان الناس يشتروا الأضحية بتاعهم ومستلزماتهم بسهولة وبيسر ان شاء الله. الآلية هذه أنت تتوقع تبدأ ولا بدت؟ نحن عندنا حاجة أخرى من هذه قاعدين نخدم جاري العمل عليها تو. كويس كويس. بالإضافة إلى نقاط البيع هذه عندنا فرضنا يعني مصرف مركزي فرض على التجار اي تاجر يبي يفتح اعتماد يبي كذا فرض انه ضروري يكون نسبه كبيره من مبيعاته عن طريق الدفع الالكتروني. هذا احد شروط الان وعمم عن طريق اداره الرقابه عن المصارف في منشور رسمي، اي تاجر اغنام مستورد يبي يبيع مثلا للناس او ضروري يكون او تاجر عام ضروري يكون نسبه المبيعات عن طريق الدفع الالكتروني، وهذا تشجيعا للتحول الدفع الالكتروني. نعم. في الخطه الطويله في المدى. نعم نعم. هذا الثاني عم هذه نحن قاعدين جاري العمل الان على ربط المصارف الموزع الوطني. تمام. نعم. هذه بسهوله باش المواطن فاهم هذا الجانب. طبعا الجانب هذا الربط هذا ما بين ما كانش في ربط، الان
حيكون من الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله في ربط بين المصارف عن طريق الموزع الوطني، يتمكنوا المصارف من يتمكن المواطن من الدفع عن طريق الموبايل ابلكيشن. نعم. يكون عنده مثلا تطبيق المواطن وهو مثلا في سوق، نعطوا مثال مثلا في سوق الاغنام، يخش على السوق وبيشتري الاضحيه بتاعه، يقدر يحول للتاجر عن طريق الموبايل ابلكيشن، ياخذ حساب التاجر ويحط له في حسابه في يتم العمليه في نفس الوقت. وبعد العيد يتم التسويه ما بين التاجر حساب التاجر وما بين المصرف نفسه التجاري. زي ما قلت لك يعني الان تظهر كثير من الاسئله لكن الوقت ما يسمح. استاذ احمد لابد ان تفقوا يعني ممكن يكون اثنين ثلاث حلقه موسعه معكم ونستقبل فيها كل الاستفسارات الناس، من بينها ذوي الدخل المحدود، هل يشملهم الامر هذا؟ انت تعرف المعاشات الاساسيه في اللي تاخذ في 600 وفي اللي تاخذ في 700 وفي 800، ايضا المتقاعدين ياخذوا في 900، فكثير من الاسئله تحتاج توضيح من حضراتكم. حنتفق معاك ان شاء الله خلال الاسبوع القادم على عقد جلسه على الهواء مباشره وتردوا فيها من حضراتكم على كل الاستفسارات اللي ترد من الساده المواطنين على مستوى ليبيا بعون الله. ان شاء الله عم نادي باذن الله نحن مستعدين على الرد على اي استفسارات، وايضا نحن نعمل ليلا نهارا على تقديم خدمات للناس، وهمنا الاول هو المواطن يا عم هادي، وتقديم خدمات للمواطن يعني خصوصا في قرب عيد حلول عيد الاضحى المبارك ان شاء الله باذن الله تعالى مستعدين. بارك الله فيك استاذ. طبعا بلادي في الختام نعم من هذا المنبر ومن خلال برنامجك المميز نحث جميع اصحاب المصحى، من هم اصحاب المصحى من هذه؟ نعم. هم طبعا المواطنين التجار والمصارف التجاريه طبعا. نعم. بالنسبه للمواطنين يا ريت من منبر قناه ليبيا الرسميه ان يتم تلبيه دعوه المصارف لاستلام نقاط البيع اللي هن الالات أو حتى التطبيقات اللي أعلن عليها مجموعة المصارف. فيا ريت جميع التجار خصوصا في هذا الوقت، يعني تكلم على تجار المواشي رحمكم الله، ضروري حتى هم يساعدونا في استلام هذه. احنا قلنا استاذ احمد هي مسؤولية تضامنية حتى كل الناس تعيد بعون الله ان شاء الله، وايضا حتى المواطن له دور يعني نعم فيما يتعلق يعني توجه المصارف واستلام بطاقاتهم. وقاعدين نحن دايرين طبعا خطه فيما يتعلق في خطه اعلاميه باذن الله بالتنسيق مع المصارف فيما يتعلق طبعا خطه توعويه وتثقيفيه استخدامات الدفع الالكتروني بصفه عامه، وشنو فوائده وشنو كيف يسهل على المواطن انه هو يكون لأسهل وهو بحوشة يقدر يشتري ويقدر يحول ويقدر. نعم نعم. فيا ريت نحن المسؤولية كيف ما قلت يعني إن شاء الله إن شاء الله، يعني زي ما قلت لك نعولوا على حلقة مباشرة وتكونوا حاضرين أنتم باش دعنا نستقبلوا فيها كل الاستفسارات باش نسهلوا للناس الإجراءات. كل الشكر لك سيد أحمد الشتاوي رئيس لجنة متابعة الدفع الإلكتروني بمصر بيبي المركزي، وإن شاء الله حنحدد معاك الموعد للحلقة المباشرة مع المواطنين حتى تتضح الصورة. تسهيل مهم جدا جاي في وقته، لكن وانت الان تتابع فينا وزملائك في مصرف المركزي لابد تخصوا ذوي الدخل المحدود، عندنا المعاشات الأساسية، عندنا المتقاعدين، عندنا كثير من الجهات، كيف تبوا تتعاملوهم بهالقصة هذه.